السلام عليكم ورحمة الله. المشروع الثالث Project 3 من PowerPoint 2016. النهاردة بإذن الله هنتوكل على الله ونشوف المشروع الثالث Project أو Practice Exam 3 هناخده النهاردة بـ Training Mode، علشان خاطر كل Project نشوف هل احنا ماشيين صح ولا ماشيين خطأ. هنستنى لحظات لغاية ما يفتح البروجكت بتاعنا. وبسم الله في المشروع الأول Project 1 في المهمة الأولانية بيقول لي هو محتاج يضيف الدوكيمنت ده اللي موجود في الجيمتريكس تمبلتس عندي على الجهاز، بس خلي بالي بيقول لي هتهالي في الاند اوف ذا برزنتيشن، في نهاية المشروع او العرض، فانا لازم انزل تحت واخد نهاية المشروع وهقول له نيو سلايد من هوم، من تابة هوم هاخد نيو سلايد وهقول له سلايدز فروم اوتلاين. هضغط على سلايدز فروم اوتلاين هلاقي نفسي جوه الجيمتريكس تمبلتس. لو ملقتش نفسي جوه جيمتريكس تمبلتس في الدوكيومنتس هلاقيها موجودة فوق، هدخل على دوكيومنتس هاخد جيمتريكس تمبلتس، فانا هضغط على هلاقي الملف اللي موجود وورد وهقول له انسرت، هستنى لحظات هلاقيها اضافها لي في الشرائح اللي تحت اهو شريحة رقم 7، ونعمل مارك كومبليت ونشوف تاسك 2. هو محتاج مني ان انا اغير له اللي اوت بتاع سلايد 2 الشريحة التانية، يبقى على طول هروح للشريحة سلايد 2 الشريحة التانية هلاقيها رقم 2 وهقول له في تابة الهوم هلاقي حاجة في السلايدز اسمها لي اوت، هضغط على لي اوت هدور على حاجة اسمها تو كونتنت، لما اضغط عليها هيحولها لي الى تو كونتنت مارك كومبليت. نشوف التاسك 3 محتاج يضيف البيج نمبرينج تو اول سلايدز، عايز اضيف رقم الصفحات لكل السلايدز لكل الشرائح ما عدا شريحة العنوان، او طالما اضافة رقم او اضافة رقم الصفحة فانا هقول له insert، وهدور في تابة التكست على حاجة اسمها slide number، هدوس عليها واضغط على slide number على check box اللي جنبيها، ومنساش ان انا don't show on the title slide، مش عايز اضيفها في شريحة العنوان، و apply to all عشان يضيفها لي في كل الشرائح، مارك كومبليت والتاسك 4. محتاج يعمل كاستوم لي اوت مخصص في سلايد ماستر، في السلايد ماستر اللي بتحتوي على بليس هولدر بيكتشر بس بتوين تايتل اند فوتر، يبقى اول حاجه طالما بيقول لي روح للسلايد ماستر فانا هروح اقول له فيو وادور على سلايد ماستر واطلع فوق شويه عشان اتاكد ان هو ده سلايد ماستر فوق. طالما ما قالكش حطها لي فين فمش هتفرق المكان اللي انت حاطط فيه، فانت اقف في اي حته تحت السلايد ماستر تحت اي شريحه وقول له insert layout. لما هتضغط insert layout هتلاقي ان الشريحه فاضيه فيها التايتل وفيها فوتر، هو بيقول لك ضيف لي في insert place holder في حاجه اسمها picture، اضغط عليها كده وادي له نسق كده مع نفسي ان هو يبقى بالشكل كده، هو مالي النص كده اهو، ده اسمها كده ضفت له place holder picture صورة slide master close slide master، واقول له mark complete. task 5 remove the footer date and page number place holder from the plank layout slide master، يبقى نفس الكلام في slide master هروح ل view slide master وهدور على البلانك الشريحة البلانك حاجة، فلو نزلت هنا هو على الشريحة دي هلاقيها تقريبا فاضية اهو، واقف عليها عشان اتاكد ان هي بلانك هلاقي مكتوب بلانك لاي اوت. هو محتاج مني ان انا الفوتر والديت والبيج اللي من تحت بيج نمبر هو عايز يحذفهم من الكيبورد، هضغط ديليت واقول له كلوز سلايد ماستر مارك كومبليت. تعال نشوفه تاسك 6 عايز يغير الليفت هيدر في الهاند اوت ماستر للكلمه دي، يبقى انا هروح الاول للهاند اوت ماستر من فيو هختار هاند اوت ماستر الهيدر اهو اللي فوق، عايز يضيف الكلمه دي اللي هي بي كيبنج كنترول سي، بس يا ريت لما تروح لشريحه الهيدر دي قول له كليك يمين وخد الحرف الاي اللي هو كيب تكست اونلي وقول له كلوز ومارك كومبليت. تاسك 7 عايزين نغير الفيو الواجهه او العرض بتاع البرزنتيشن تو سلايد سورتر قبل ما نسلم المشروع بتاعنا، يبقى كل اللي محتاج مني ان انا اروح لفيو اقول له سلايد سورتر مارك كومبليت ونسلم اول بروجكت. كل الاسئله صح ناخد نيكست. تاسك 1
عايز يضيف سيكشن between slide 1 and slide 2 named history، عايز يسميها history. في البداية أنشط كلمة history وأقول له control C ونروح لشريحة 1 و 2. بين الشريحة 1 و 2 هقف كده هو وأقول له click يمين add section. لما أقول له add section هيطلع لي untitled section، هقول له click يمين على الكلمة دي وأقول له rename وأقول له control V وأقول له rename، أو أكتب كلمة history وأقول له rename mark complete و task 2. عايز يعدل اعدادات الطباعة عشان خاطر يطبع النوتس مع الطباعة، فانا محتاج ان انا اروح لفايل واقول له print، وعند تابة full page slides هقول له notes pages بس كده، واقول له mark complete ونشوفه task 3. في الشريحة الرابعة عايز هو محتاج يطبق الword art style، يبقى نروح للشريحة الرابعة. على المين؟ على الكلام اللي موجود في smartphones are very، في قبله كلام وبعديه كلام، طالما النقط دي موجودة يبقى هو قصده على السطر ده. وانا علشان خاطر اغير الاعدادات بتاعة السطر ده فانا هروح لتابة فوق اسمها drawing tools، هاخد الفورمات واقول له من الword art style في هنا سهم صغير هنزل بيه، هدور على الستايل اللي هو عايزه، هو عايز fill black text one shadow هو الاولاني ده، فانا هدوس له كليك مرة شمال خلاص كده هو، واقول له mark complete ونشوف التاسك اللي بعده. بيقول استخدم لي اللي هو التنقيط المربع لانشاء لست من السبع خطوط اللي موجودة او سبع اسطر اللي موجودة هنا، هو 1 2 3 4 5 6 7 اللي موجودة في الشريحة الرابعة. فانا محتاج ان انا اروح لتابة الهوم واروح لحاجة اسمها paragraph، هلاقي في حاجة اسمها bullets جنبيها سهم، هضغط على السهم هدور على الاسم اللي هو محتاجه مني اللي هو هالو سكوير، هلاقيه بالشكل المربع ده، فانا هضغط كده هلاقيه طبعها لي واقول له مارك كومبليت ونشوف التاسك 5. محتاج يغير السلايد شو ان هو يبقى لوب انتل ستوب، يبقى هروح لحاجه اسمها سلايد شو وهاخد سيت اب سلايد شو، هلاقي في تابه الشو اوبشن اول خيار او اول اوبشن في لوب كونتينيوسلي انتل اسكا، هضغط على تشيك بوكس اللي جنبيها هنا هو واقول له اوكي خلص التاسك وخلص البروجكت المشروع، وهقول له جريت تعال نشوفه حلينا صح ولا غلط، كله صح هنشوفه التاسك والبروجكت 3. تاسك 1 هو عايز يعمل هايبر لينك للتكست اللي موجود في الشريحة التانية، عايز الكلمة اللي هي custom construction هيربطها باللينك ده اللي هو اخر دوت كوم، انا هنشطه كده واقول له كنترول سي واروح للشريحة التانية وادور على الكلمتين اللي قال لي عليهم اهو، هلاقيهم موجودين هنا هو، ليها طريقتين. الطريقة الاولانية ان انا ادوس له كليك يمين واقول له هايبر لينك، او من انسرت هلاقي هايبر لينك، الاسهل ليك هتعملها هيبقى الاتنين صح. وعند تابة او في اوبشن هنا اسمه ادرس هدوس له كنترول في واقول له اوكي هيتحول هنا لرابط mark complete. تعال نشوف التاسك 2. عايز يعمل شيب، يعمل ادراج لشكل في الشريحة، يهمني ان انا اروح للشريحة صح، ان انا اروح للشريحة اللي انا هشتغل فيها، فهو بيقول لي روح للشريحة رقم 2 وانا بالفعل موجود في الشريحة رقم 2، فانا هقول له insert، طالما عايز يدرك شيب يبقى هقول له insert shape، هدور على الشكل اللي هو عايزه هلاقيه down ribbon اللي هو الشكل ده، فانا هضغط عليه وهقول له هرسمها كده في الجزء اللي من تحت كده اهو، اي رسمة اي حجم لان هو مديني الحجم اهو طالب مني حجم، فانا هرسمها بالشكل ده بس واحدة واحدة. تعال نشوف هو طالب ايه. بص كده بيقولك لو انت ماشي بالانش خليها 1 انش والوايد بتاعها 2 انشز اند هاف، لكن انا ماشي بالسنتيمتر، جهازي ماشي بالسنتيمتر، فبيقولك اعملها بدل 3.79 مثلا او اي رقم يطلع لك هتخليها 2.54، واروح الويث بتاعها عايز يخليها 6.35 واقول له اضغط له في اي مكان كده هو عملها. هو بيقول لك كمان خليها يعني سنتر في الوسط كده هو وسطها، فانا هنزل بس تحت كده اخليها في النص بشكل جميل كده، واروح لحاجة اسمها align واروح له اقول له align center mark complete وtask 3. عايز يطبق الافكت سمارت ارت ستايل اللي هو موجود في سلايد 4، يبقى انا هروح للسلايد 4 وهاخد السهم ده اضغط عليه زي ما نشط كده هو، واروح لديزاين وهقول له في سمارت ارت ستايلز
هضغط عليه واشوف انه ستايل اللي هو محتاجه. هلاقي هو طالب ميد رايت افكت، فانا هضغط عليها واقول له مارك كومبليت ونشوف التاسك 4. عايز يدرج الصوره من الجيمتريكس تمبلتس فولدر في البليس هولدر اللي موجود في سلايد 3، يبقى انا على طول هروح لسلايد 3 واروح اعمل ادور ده اسمه البليس هولدر، هاخد انسرت بيكتشرز واروح للجيمتريكس في الدوكيومنتس بتاعتي جيمتريكس تمبلتس، هلاقي الصوره اقول له انسرت مارك كومبليت وتعال نشوفه تاسك 5. عايز يطبق الستايل ده على الصوره اللي موجوده في الشريحه الخامسة، فانا هروح الاول على الشريحة الخامسة، هلاقي في صورة هضغط عليها تطلع لي تابة جديدة اسمها فورمات، هضغط في بيكتشر ستايلز في سهم نازل اهو، هدور على الستايل اللي هو عايزه، هلاقي هو طالب مني سنتر شادو ريكتانجل اهو الشكل ده، انا هضغط عليه واقول له مارك كومبليت ونسلم البروجكت ونشوف النتيجة بتاعتنا كلهم صح. ناخد نيكست، تعال نشوفه البروجكت نمبر 4. محتاج ان هو يجمع الصورة مع التكست بوكس اللي فيها كلمة our motto اللي هو موجود في شريحة نمبر 2، فانا هروح للشريحة رقم 2 واروح انشط الصورة، ومن الكيبورد هدوس shift وادوس على التكست بوكس اللي جنبيه، وفي تابة الفورمات اللي فوق هلاقي في حاجة اسمها group، هضغط على group. ممكن كمان ان انا كان ممكن اضغط كليك يمين وهلاقي كلمة جروب اهو، وهلاقي كلمة جروب هنا واجمعهم الاتنين مع بعض، دي او دي اجابة صحيحة. مارك كومبليت، تعال نشوف التاسك 2. في السلايد 3 عايز يعمل تيبل، يبقى انا على طول اروح للسلايد 3. عايز يعمل تيبل يبقى في الجزء السبليس هولدر اللي على الشمال في اهو انسيرت تيبل، هو عايز يعمل كولومن يبقى واحد والروز 10، ازود واقول له اوكي. مش بس كده، ده هو طالب طلب تاني بيقول لي كمان طبق عليها ستايل، يبقى على طول من الديزاين هلاقي في حاجه اسمها تيبل ستايلز واشوف الستايل اللي هو طالبه مني اللي هو لايت ستايل 3 اكشن 3، هضغط عليها تك شمال واقول له مار كومبليت ونشوف التاسك 3. محتاج ان هو يجيب الملف الاكسل ده من الجيومتريكس تمبلت فولدر في الرايت بليس هولدر في الجنب ده، بس مفيش خانة هنا، هو مفيش اوبشن هنا، هو بيديني ان انا انزل ملف اكسل في الخانة دي، بس انا محتاج ان انا انشط اللي هو المكان اللي هينزل فيه ملف الاكسل، وهقول له insert واختار object insert object، هستنى لحظات واقول له create from a file يعني هتهوله من ملف، فانا هقول له browse واروح على documents واختار geometrix template، هلاقي flavors اللي هو الملف اللي هو الاكسل اللي هو محتاجه واقول له اوكي واقول له اوكي واستنى لحظات هيطبق لي وينزل لي الاكسل او ملف الاكسل اللي موجود هناك زي ما شايفين قدامنا، واقول له مارك كومبليت وتعال نشوف التاسك 4. محتاج ان هو في الشريحه الرابعه ان هو يدرج باي فطيره، يبقى على طول في الشريحه الرابعه هلاقي فيه في البليس هولدر هنا في الباي دي تبع الشارتس، فانا هقول له ان هو روح لتابه الباي، بيقول لك سيب كل الاعدادات اللي موجودة الافتراضية ما تلعبش فيها، انا مجرد ما ضغطت على باي سيب هو اللي اختار وقول له اوكي، واقفل شيت الاكسل واعمل مارك كومبليت وتعال نشوف تاسك 5. في الشريحة السادسة، في الشريحة رقم 6 بيقول لي استخدم الليستة اللي موجودة في الشريحة رقم 6 عشان خاطر تنشئ سمارت ارت دياجرام بالاس بيسك تايم لاين، تعال ننشط اللي هو الليسته السته دي ونروح من تابه الهوم، هضغط على convert to smart art وادور على البيسك تايم لاين، هلاقيها في المقترحات اللي قدامي وهضغط عليها كليك شمال ومارك كومبليت وتعال نسلم البروجكت ونشوف اجابتنا صحيحه ام خاطئه. كل الاجابات صحيحه، تعال نشوف نيكست اللي هو المشروع نمبر 5. محتاج يدرج تشارت بس من ملف اكسل موجود كمان في الجيومتريكس تمبلت فولدر في البليس هولدر اللي في اللاست سلايد، خليني اقرا الكلام كله عشان خاطر يفرق معايا مكان اللي انا هنزل فيه الشغل بتاعي، فانا هشوف انهي لاست سلايد اخر شريحه، هنزل لاخر شريحه ونشطها، هختار من هنا محتاج يعمل ادراج ملف اكسل مش موجود الخاصيه في المقترحات اللي مدهاني، بس انا افضل ان انا انشط البليس هولدر واروح من تابه انسرت اخد اوبجكت create from a file و browse واروح للجيومتريكس تمبلت واختار الملف او الشريط الاكسل اللي هو مدهوني واقول له اوكي okay
وراها اوكي، في لحظات هيعمل لي التشارت لوحده. مارك كومبليت، تعال نشوف تاسك 2 في الشريحة رقم 6، يبقى نطلع على طول للشريحة رقم 6. محتاج يضيف اللي هو النص ده، فانا هنشط النص ده واخد له كنترول سي. بس بيقول لي في end of the smart art، يبقى انا هنشط السمارت ارت ده، السمارت ارت بتاعي، ودي الليستة او القوائم اللي موجودة فيها. هو عايز يضيف حاجة رقم 3 رقم 4 او اوبشن رقم 4، يبقى في نهاية اخر كلمة او اخر حرف راح ادوس انتر، هيعمل لي واحدة جديدة. لما اجي ادوس بيست، دوس كليك يمين، خد keep text only، ونقفل ونقول له mark complete task 3. change the color of smart art graph، عايز يغير اللون بتاع السمارت ارت برضك اللي في الشريحة الستة اللي هو ده، عايز محتاج يغير اللون. فانا هختار من الديزاين، هختار change colors، وادور على اللون اللي هو محتاجه مني، هلاقيه رقم واحد في الكالرفول، هو ده اللي محتاجه، وادوس كليك شمال واقول له mark complete task 4. محتاج يضيف فيديو من الجيمتريكس في الشريحة رقم 4، يبقى انا لازم اروح للشريحة رقم 4 واروح على insert video واقول له from a file، هلاقي نفسي في الجيمتريكس تمبلت، واضغط على الفيديو بتاعي واقول له insert. mark complete task 5، محتاج يغير السايز بتاع الفيديو اللي موجود في slide number 5، يبقى انا لازم اروح للسلايد number 5 واضغط على الفيديو واروح من تابة الفورمات. هو محتاج يغير الهاي، يبقى هروح للهايت، بدل 8 و89 هو محتاجها 10 و16، وهقول له في اي مكان كده، هو كليك شمال واقول له مارك كومبليت ونسلم البروجكت، وتعال نشوف النتيجة كمان كله صح. نيكست، محتاج ان هو يطبق الترانزيشن بين سلايد 1 و 2، يعني هو عايز يطبق بين بعد ما تطلع من الشريحة الاولى عشان تدخل للشريحة التانية، تدي له ترانزيشن بشكل معين او نمط معين. فانا هروح اقف على السلايد 2 واروح للترانزيشن، الترانزيشن اللي باسم الواي، بهدوس كليك شمال عليه بس كده، شكرا، اروح للتاسك 2. هو في الشريحة رقم 3، يبقى على طول اروح للشريحة رقم 3. الجمل الاربعة دول هو عايز يعمل ليهم انيميشن، ان اسم الانيميشن ده appear، بس ما تنساش ان في طلب تاني. تعال نشوف في تابة الانيميشن، هلاقي في حاجة اسمها اوبشن اسمه appear، لو ملقتهاش اضغط على السهم ده وقول له دور على كلمة appear. الطلب بيقول لي ان انا محتاج ان انا اضغط individually when the mouse is clicked، يبقى من كلمة start هضغط عليها واقول له on click. mark complete ونشوفه task 3. في الشريحة رقم 2، خلي بالنا من السؤال بتاعه ده، عاوز بس من الشريحة رقم 2، يبقى انا هروح للشريحة رقم 2 واروح لحاجة اسمها transition، لان هو عايز يغير transition to 1 second. لو رحنا للديوريشن هنا، هو في الترانزيشن الديوريشن 1 second وهو طالبهم 1 second، هتلاحظوا ان مفيش تغيير اساسا، مش محتاج اغير، بس نعمل حركة احتياطي كده ان انا ازود ونقص تاني بحيث ان هي تبقى حاسة بالتغيير، وانا اقول له mark complete ونشوفه التاسك 4. محتاج ان هو يخلي الترانزيشن او الانتقال بين سلايد 4 وسلايد 5 بيبدا بعد 5 ثواني من الماوس، لو ما ضغطش كليك بالماوس. هنا بقى خلي بالي ان انا مش محتاج ان انا اروح لسلايد 5، ده انا محتاج اروح للسلايد 4، لان هو لو انا ما ضغطتش كليك على سلايد 4 هينقل لي بعد 5 ثواني للسلايد 5، فانا عشان كده هروح للسلايد 4 وهروح للترانزيشن، بس هنا افتر هعلم اوبشن افتر واضغط اعلى كده لغايه ما اوصل 5 سكندز 5 ثواني، واقول له مارك كومبليت، وتعال نشوفه الجريد بتاع البروجكت ونسلم المشروع ونشوف الدرجه بتاعتها كلهم صح. ناخد نيكست ونشوف اخر بروجكت. تاسك 1 بيقول لي ادرج اخر شريحه موجوده في الملف اللي اسمه سيرتيفيكيشن باوربوينت، واستخدمه اللي موجود في جيمتريكس تمبلت، وحطه لي كمان الشريحة دي، او حطها لي الشريحة دي بين الشريحة رقم نمبر 1 و 2. يبقى انا هروح بين 1 و 2، هقف هنا هو في النص، واقول له من تابة الهوم هقول له نيو سلايد، واختار ريوز سلايدز، وهقول له ان انا هو محتاج مني الشريحة التانية او الاخيرة، هضغط بس كليك شمال عليها،
هضغط كليك شمال، هتنزل عندي بعد على طول الشريحة رقم 2، واقول له اغلاق mark complete ونشوف التاسك نمبر 2. في سلايد رقم 3 في الشريحة رقم 3، فلازم اروح للشريحة رقم 3 ومحتاج مني ان انا ادرج الكومنت ده او التعليق ده، فانا هقول له insert عشان اعمل اضافة تعليق. هضغط على تابة insert وادور على comment، وعند هنا هروح control V واضغط في اي حتة شمال واقول له mark complete ونشوف التاسك 3. محتاج مني ان انا اغير او ان انا اعمل البرزنتيشن ده mark as final، ان انا خلاص انهيته، فانا بقول من تابة file هضغط واشوف في حاجة اسمها product presentation، هضغط عليها والاقي حاجة اسمها mark as final وهقول له okay واقول له اوكي ونقول له مارك كومبليت ونشوف التاسك الاخير مني. بيقول لك احفظ الملف ده موجود، حطه لي في الجيمتريكس تمبلت فولدر بالامتداد الاكس بي اس، سميها لي سيرتيفاي فقط. يبقى هنشط كلمة سيرتيفاي واقول له كنترول سي واروح لفايل واقول له سيف از واقول له براوز. وفي هنا في الجيمتريكس تمبلت في الدوكيمنت اتاكد ان انا واقف صح واقول له كنترول في، ما انساش ان انا اغير من سيف اس تايب، اختار منه اكس بي اس واقول له سيف واستنى لحظات لما يحفظها واقول له مارك كومبليت وتعال نشوفه نسلم المشروع ونقوله الدرجة بتاعته كام. كل الاسئلة صح، انا هعمل نكست ونسلم فينيش تيست ونقول له يس واستنى لحظات ونشوف النتيجة. مبروك 1000 نقطة من 1000، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.